السلام عليكم ورحمة الله. راح اليوم نراويكم طريقة معاينة الشتلات في نظام الـ NFT بالزراعة المائية، سواء كان مزروعة في الداخل أو في المحميات. طبعا نبتدي بإزالة الشتلة من نظام الـ NFT ونعاينها بشكل كامل. طبعا نبتدي بالجذور، نتأكد من الجذور تكون أهم شيء رطبة، تكون الجذور بيضة، وهذه أهم شيء ويدل على صحة الشتلة. أما إذا كانت الجذور سودة معناته هناك احتمال في مشاكل فطرية أو آفة فطرية عندنا في الجذور، أو أن الأكسجين مو كافي. الشغلة الثانية اللي هو نتأكد من الورق، هل هناك صرار، هل هناك نقص، وهذا شيء لازم احنا نعاينه، ممكن احنا نعدله خلال تضبيط المحلول. ممكن احنا ساعات نشوف ان الورق يكون اصفر خاصة اللي تحت على جنب، وهذا ممكن ان احنا نزيله وما عليه اي خوف الشتلة. وكذلك يعني دائما ان احنا نتأكد من الورق من تحت الشتلة، وهذا شيء يعني يدل على بعض الافات اذا خاصة من تحت الورق. وكذلك نشوف الشتلة من النص، من الاوراق اللي في النص الصغيرة، نتأكد اذا هل هناك حشرات، افات، كل هذه الامور. طبعا اذا تواجدت هذه الامور ممكن نحن نرش بعض المبيدات، يفضل تكون عضويه. فهني بعد نفس الشيء، هذه الشتله بنشيل الورق الاصفر اللي على جنب، هذه ما عليه اي خوف مثل ما قلنا، ونتاكد هل في هناك بعد حروق على خلينا نقول على بعض الورق، وهذا شيء عادي خاصه اذا الجو يكون مو مستقر، تغير في درجه الحراره او الرطوبه للمكان، او الاضاءه تكون زايده ساعات، فممكن نحن ينقل الاضاءه نحاول نثبت على درجه حراره معينه عشان نتفادى هذه الأمور. ولكن أهم شيء دائما إذا حصلنا أي نقص أو أي شيء، نتأكد من المحلول المغذي، نتأكد من نسبة الأملاح إذا كانت زايدة أو لا، والحموضة، هذه أهم شيء نتأكد من الحموضة تكون في الرينج المناسب.